الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. من المشاغل التي تهم المواطن هنا في القيروان هي قلة الفضاءات الترفيهية خاصة للأطفال، إلى جانب أيضا هناك نقص كبير خاصة على مستوى العروض الثقافية وأيضا دور السينما. نذكر كان قبل كان عندنا كانت قاعة للسينما. شباب يسأل سائل بطبيعة الحال عن هذوما، عن هذه الفضاءات، وقتاش مش تعود، وقتاش مش يقل القيروان متنفس خاصة كما قلت في الصيف وارتفاع درجات الحرارة. خرجنا للشارع واخذنا أراء بعض المواطنين. القيروان ينقصها برشا فضاءات ترفيهية خاصة للصغار والكبار. الفسقية نجموا نحيوها، نجموا رجعوا عروض سيرك خاصة قبل كنا نجيبوهم للصغيرات يتفرهدوا، وخاصة العباد اللي ما عندهاش امكانيات الماديه انها تمشي للحمامات ولا للسوسه ولا الواحد، انا نجموا نتلهوا بهم رغم اللي تسخانه في القروان، ولكن العشيه والمغرب ونجموا معناتها نبدلوا حتى الجو لهنا، والفلوس اللي تصرفها القراوه في بلايص اخرى نجموا نحطوها لهنا في القروان باش تزيد تتحسن ويدور الاقتصاد حتى لهنا معناتها جهويا. ان شاء الله البلديه تعتني معناتها بالحاجات هذه وتحيي معناتها الأماكن العمومية هذه. الفسقية متاعنا هي الآثار والمعلم التاريخي اللي معناها تنورنا وتنور بلادنا، ناقصة برشا حوايج فهمني، ولا كان معناها يسيبوا فيها مستثمرين، خلي يستثمروا، خليه أعطيه، حلو، شجعوا، خلي أخويا ورينا إيش باش يزيد وإيش باش يضيف لها وإيش باش ينورها كيما بلايص أخرين فهمني، علاش قاعدة كيكة لوسخ ونسخ معناها وباش يهيئوا باش يقاديوا مسرح مارينا شيء فهمني، كانت ريف بالتراكس الماء راكت فهمني، ولا باش تهز صغيرات طاقة ماء خزز معناها ما فيهوش حتى معناها تلهاو بيه باش يبدل أبسط الأشياء، تبدل الماء تقادي فيه نافورة، تقادي فيه ضوء فهمني، تنوروا باش ينورنا قدام السياح قدام الزيار معناها من بلدان أخرى فهمني، صغيرات معناها تلقى وين تجي وين تتفرهد فهمني، ولا هذا كل ناقص في القروان، حتى تمشي الغادي ما تلقى شيء، تمشي تدور دورة وتخرج على روحك فهمني، حتى صغارها هم قدامك معناها تهزهم لبلاد أخرى فهمني، كسوسة أقرب شيء لنا سوسة معناها تضرب 50 كيلومتر باش تمشي تفرهد صغيراتك، ونجم الشيء يكون عنا في هنا في بلادنا فهمني، متوفر موجود فهمني، استثمروا فيها، خلي الشباب يستثمر ويبين إيش باش يضيف لها الفسقية، ما دام الجيل اللي قبلنا ما زادها حد شيء فهمني، ما دام هيأتوها ودورتوها بصورة أخويا في أبسط شيء قديتونا سيجوز في الدهمين قاعدي، وليت العباد هنا نهز صغاري باش يقعدوا غادي أنظف من الفسقية فهمني، ولكن ناقصة حتى الكراسي تراي في كراسي، ولينا نجيبوك في كراسينا من ديارنا فهمني، ولا بوباليتنا ناقصة. على سبيل المثال نعطيك من الفسقية ناقصها برشا صيانة، لا سينما لا مسرح، بروتة كيف كيف فهمني، ولا عندنا ما شاء الله عندنا فهمني للمدينة العتيقة يعني تكون نجم تكون أعز بقعة في العالم فهمني، جوا الزوار من كل العالم، لكن حتى واحد ما التفت لها، ومع الأسف الشديد نقولها ونزيد نعودها إنه أغنياء تونس ولا عرس تونس بالأحر راهم من القروان، هذا راني نقول هيك ونزيد نعود هيك. والله فكرت منها مرة لكن عرضتني برشا عراقيل، فكرت باش ناخذ مساحة قريبة للسور نتاع الجامع نعمل فيها معتها ترفيه للعائلات ومانيج إلى آخره، لكن ولا وراق يمشي منه، كل واحد عنده وزارة، كل واحد يحكم وحده، كل واحد يتصرف وحده. أنا كمواطن معناها ما عنديش إمكانيات باش نتحول لولايات مجاور، ما على الأقل يخصونا دور تاع ثقافة لايس معناها ترفيهية للأطفال الصغار، كان فيها مهرجانات، مهرجان ربيع الفنون، كانت يجيوها من بلدان أخرى من مصر من سوريا، أنا حضرت عليهم الشيء هذا الكل، ودور سينما زاد كيف كيف ما فماش، وين الأجواء نتاع المدينة العتيقة ونتاع المدائح نتاع تحوس في المدينة تلقى كل شيء متوفر، توا حتى تهز تخرج أنت والعائلة نتاعك باش تفرهد صغيراتك ما تلقاش بلاصة منتزه ولا حاجة باش تقعد في بلاصة باهية ولا ما فماش باش يوفروا لك حاجة. شباب النهار كله احنا قاعدين في القهاوي ما فما وين تمشي، مع السخانة هذية تخرج العشية ما عندكش حتى متنفس، ما تنجم من ومش تمشي، كانت عنا سينما، كانت عنا دور ثقافة، كانت تخدم الولايات المجاورة كلها قاعدة تنشط مهرجاناتها، قاعدة الناس تمشي تاسها، أنا حتى أون بلانير ما عندناش، مسلك صحي ما عندناش، حتى الفسقية اللي المسنسين يمشيو لها ما فيها حتى شيء، لا فما وين تقعد، لا فما حتى شيء باش الإنسان يمشي بدل جو ويتفرهد، ولا غالب ما فماش،
باش نقولوا ما نقولوا ما فهميش لا يخليك لا جات لا القليله لا الكثيره ما عنديش ان شاء الله ان شاء الله ينظروا لها ان شاء الله ان شاء الله تبدل الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.